السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الإعدادي مدرسة بلال ابن رباح، إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض النهاردة الدرس الثالث، وهو العلاقة بين الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس. هناخد نظرية 2 في الباب الثاني. طبعا تعالوا نفتكر مع بعض كده النظرية الأولى اللي خدناها في الدرس السابق، وهي كانت العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية المرسومة على نفس القوس، وتعرفنا منها أو استنتجنا إن قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس. طب تعالوا نشوف نظرية 2 بتقول إيه النهاردة. الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس متساوية في القياس. يعني إيه معنى الكلام ده؟ تعالوا نبص على رسمتنا. أنا عندي زاوية ألف، دي زاوية محيطية، القوس المقابل لها هو جيم دال، وعندي زاوية ب زاوية محيطية، القوس المقابل لها برضو جيم دال. احنا واخدين في الدرس السابق إن الزاوية المحيطية نص القوس المقابل لها، معنى ذلك إن ألف قياس زاوية ألف نص قياس القوس جيم دال، وقياس زاوية ب نصف قياس القوس جيم دال، يبقى قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية ب، ومنها الزوايا المحيطية. أي عدد من الزوايا المحيطية، 2 3، أي عدد، 4، أي عدد من الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس تكون متساوية في القياس. فعلى سبيل المثال لو بصيت للرسمة اللي قدامي، أنا عندي زاوية ألف 70 درجة، القوس المقابل لها به جيم، هستنتج إن قياس زاوية دال أيضا 70 درجة، لأن القوس المقابل لها هو به جيم أيضا. طب لو وضعنا، لو أنا عندي زاوية جيم دي 50 درجة، مين هيسويها؟ أستنتج إن قياس زاوية ب هتساوي 50 درجة، لأنها على نفس القوس وهو ألف دال، ده القوس المشترك أو المرسومتان عليه زاوية ب وزاوية جيم. طب تعالى ناخد مثال، بيقول لي أوجد الزوايا المجهولة ومديني شكل وطالب مني قياس زاوية سين. دايما بقى نركز، هنكبر المثال شوية، دايما بيديني معظم الأسئلة بكون مستعملة فيها حاجات بعض الأشياء اللي درسناها في أولى إعدادي وتانية إعدادي. يعني في الشكل ده هنا عندي دي لام، والزاوية دي 130 درجة، وزاوية صاد 50 درجة، وزاوية هي 50 درجة، طالب مني قياس زاوية سين. تعالوا ندرس الشكل مع بعض. نبص للشكل، لو بصينا زاوية سين القوس المقابل لها هو عين هي، مين مشتركة معاها على نفس القوس اطلعها؟ زاوية مين؟ صاد. يبقى انا لو عرفت صاد هعرف سين، الاتنين متساويتان. طيب طبعا سين هنا انا مش هعرف اجيبها، يبقى كل شغلي هركز على مين؟ على صاد. صاد موجودة داخل المثلث، صاد لام هي، عندي زاوية هي 50 درجة، وفي زاوية خارج المثلث هي قياسها 130 درجة. واحنا درسنا في الصف الأول الإعدادي إن قياس الزاوية الخارجة عن المثلث عند أي رأس من رؤوس المثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاورة لها. يعني معنى ذلك إن قياس زاوية ص زائد قياس زاوية ه يساوي 130 درجة، ومنه أستنتج إن قياس زاوية ص هتساوي 130 ناقص 50، هتطلع 80 درجة. أنا جبت ص 80، أستنتج إن عين أيضا هتساوي 80 درجة، يبقى قياس زاوية س بتساوي 80 درجة. تعالوا نعيد تاني المثال، لأن دي من الأسئلة أمثلة اللي مهمة عندي. لو أجي تاني للرسمة، طيب طالب مني قياس زاوية س، س وصاد مرسومتان على نفس القوس عين ه، مرسومتان على نفس القوس، يبقى س تساوي صاد، يبقى كل تركيز اللي انا اجيب زاوية صاد، وزي ما قلت لكم صاد داخل المثلث صاد لام ه، وعندي زاوية خارجة 130، يبقى قياس زاوية صاد هتساوي 130 ناقص 50 هتساوي 80 درجة. صاد وس متساويتان لانهم على نفس القوس عين ه، يبقى قياس زاوية س بتساوي 80 درجة. طب تعالي نشوف المثال التاني. طيب بص للرسمة، بقول لي في الشكل المقابل أ ب يساوي أ د، وقياس زاوية أ ب د تساوي 70 درجة، طالب مني قياس زاوية ج. طب نمسك المثلث بتاعنا، عندي أ ب يساوي أ د، مثلث متساوي الساقين، هنستنتج إن قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية د اللي هي أ ج ب، ألف دال ب، يبقى عندي زاوية دال 70 درجة، دال 70
وعندي ب 70، يبقى إذا انقياس زاوية ألف زوايا المثلث الثلاثة 180 درجة، هجمع 70 و70 140، أطرحها من 180 تديني قياس زاوية ألف 40 درجة، ومنها تبقى زاوية جيم 40 درجة لأنهم على نفس القوس. طب عندي نتيجة مهمة على الدرس ده، النتيجة بتقولي نتيجة واحد على الدرس بتقولي الزوايا المحيطية التي تحصر أقواس متساوية تكون متساوية. لو بصيت للمثال هنا عندي زاوية ألف دي زاوية محيطية، القوس المقابل لها هو ب ج، وزاوية ه زاوية محيطية، القوس المقابل لها ده الواو، الأقواس متساوية يبقى الزوايا متساوية. يعني لو قياس زاوية ألف 70 درجة يبقى قياس زاوية ه 50 درجة، يبقى لو الأقواس متساوية تبقى الزوايا متساوية، وللعكس الزوايا متساوية الأقواس متساوية. تعالوا مع بعض ناخد تدريب على النظرية اللي عندي والنتائج. بقول لي تدريب في الشكل المقابل، بقول لي التدريب في الشكل المقابل ب ج يوازي د ه، د ه ادي عندي ب ج وادي عندي د ه، الاثنين بيوازوا بعض. المطلوب مني بيقول لي اثبت ان قياس زاويه ب ا د الزاويه دي تساوي قياس زاويه ج ا ه الزاويه دي، ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني طالب مني اثبت ان قياس زاويه ب ألف ه تساوي قياس زاوية جيم ألف دال. طب تعالوا نشوف مع بعض كده نشرحها مع بعض. أنا عندي وتران متوازيان وخدنا النتيجة في الباب الأول، في الباب أول درس في الباب الثاني النتيجة بتقول الوتران المتوازيان يحصران قوسان متساويان. يبقى أقول له بما أن ب جيم توازي دال ه، أستنتج أن قياس القوس ب دال